حركة الشهيد جابر صلاح بداية لحركات كتير هتقتدي بيها، بداية لحركات ثورية المفروض انها تبدأ تشتغل في المجتمع، انها تحاول تثقف الشعب المصري وتفهمه حقوقه وواجباته عشان ما يستغلش تاني زي ايام مبارك، عشان ما يستغلش الشعب المصري يساق كده في مسيرات وتظاهرات كده بلا وعي، عشان يفهم حقوقه فين ويطالب بيها ويحصل عليها، وعشان يعرف واجباته ايه ويؤديها. مهمة الشباب صعبة، مهمة الشباب القادمة أصعب من الثورة نفسها، لأنك عشان تغير مفاهيم شعب وتعرفه الحقائق وتقنعه بيها شيء صعب مش سهل، ودي مهمة الشباب. الشباب عنده طاقة وقادر على التغيير، بس التغيير النظام شيء وتغيير المجتمع شيء تاني، فإحنا بنعمل على تغيير المجتمع، عايزينه يبقى أحسن، عايزينه يبقى أنظف، عايزين ما نشوفش زبالة في الشوارع، عايزين ما نشوفش خناقات في الشوارع على أتفه الأسباب، عايزين نشوف مستوى راقي في المستشفيات العامة، مستوى راقي في المدارس العامة، مستوى راقي في المواصلات، مستوى راقي في المرور، عايزين نتعامل برقي، عايزين نوصل للي وصل للشعب الإنجليزي والفرنسي. وعلى فكرة إحنا أعظم تاريخا من إنجلترا وفرنسا، وشعبنا تاريخه أعظم من تاريخ الشعب الألماني والفرنسي. كل دي تعتبر شعوب بالنسبة لنا حديثة وناشئة، إحنا المفروض اللي نكون أكثر تقدما، لكن دايما بنبتلى بالحكام الظالمين والفاسدين والفاسقين والاستبداديين. عايزين نقول إن عهد الاستبداد انتهى من مصر إلى الأبد، وأي حد هيفكر يستبد أو حتى هو بينتحر، لأنه عارف إن خلاص المصريين بدأوا في ثورة جديدة مش هتقبل أبدا إلا بالعدل. اللي عايز يمنع الثورة ما يمنعهاش بقوانين، فيش قانون هيمنع الثورة، ولا قانون تظاهر، ولا قانون مكافحة. اللي هيمنع الثورة هو العدالة فقط لا غير، والعدالة فقط هي اللي تستمنع الثورة.